بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنتعرف على طرق وأساليب تعديل الإضاءة في برنامج الفوتوشوب. على سبيل المثال، لو إحنا بنصور صورة في الشارع في النهار بنلاقي لون الصورة واضح، لو أنا بصور الصورة في الليل أو في الظلمة بنلاقي الصورة مش واضحة، فبالتالي أنا عايز أعدل هاي الصورة. كيف أنا ممكن أعدلها؟ قبل الكلام هذا أو قبل ما أبدأ لازم أفهم مفهوم الإضاءة كيف بتشتغل وكيف بقدر أتحكم فيها. أمامنا في المنطقة هاي في صورة للجريدينت التدرج اللوني، في المنطقة هاي في عندي لون أسود، المنطقة هاي في منطقة الرمادي ابتداء من الرمادي الغامق إلى الرمادي الفاتح انتهاء باللون الأبيض. اللون الأبيض في الإضاءة يعتبر هايلايت، هي المنطقة التي فيها إضاءة شديدة، والمنطقة اللي في الوسط هي منطقة الميدتون أو المنطقة التي فيها إضاءة متوسطة، وآخر منطقة معانا هي منطقة الشادوز أو منطقة اللي فيها ظل. عشان نفهم الموضوع هذا بالتفصيل خلينا نروح على الصورة هاي ونشوف الكرة اللي أمامنا. هنلاقي إنها مقسمة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أو المنطقة الأولى منطقة الهايلايتس، المنطقة اللي ساقط عليها شعاع الضوء، ومنطقة الشادوز منطقة الظلال اللي هي منطقة غامقة، وثالث منطقة المنطقة اللي هي في الوسط اللي هي منطقة الميدتونز. الآن بعد ما فهمنا الثلاث مناطق أو الثلاث أقسام المختلفة في الإضاءة هنرجع للصورة تاعتنا. قبل ما أبدأ أعدل في الإضاءة لابد أن أتأكد أنه أنا واقف على اللاير الطبقة اللي أنا عايز أعدل الإضاءة بتاعتها. طب أنا كيف ممكن أو من أي منطقة ممكن أعدل الإضاءة والألوان؟ من خلال قائمة Image Adjustments. في المنطقة هي كلها العلاقة بالتعديل اللوني، تعديل الإضاءة، تعديل الألوان. في المنطقة هاي إحنا بالتعديل الإضاءة في المنطقة هاي تكون Brightness and Contrast Levels Curves Exposure. خلينا أبدأ في موضوع الـ Brightness and Contrast، نختارها. خلينا نبدأ نزود الإضاءة من الـ Brightness حتى الآخر، ولاحظوا معايا في الصورة تحت التدرج اللوني إيش بده يصير فيها. هنلاقي إنه الإضاءة تغيرت فعلا، وأنه منطقة الميدتونز بدأت تنكمش ومنطقة الهايلايت بدأت تزيد. ممكن نحكي له أوكي. هلقيت أنا لو عايز أغير الصورة هاي للإضاءة تاني ممكن أرجع تاني Image Adjustments Brightness and Contrast. بنلاحظ إنه الـ Brightness and Contrast واقفة عند 0 و0. لو أجيت أغير في الـ Brightness كمان مرة هلاقي إنه كمل تعديل على الإضاءة السابقة، ولقينا فعلا إنه اللون الأبيض بدأ يزيد. ولو قللت الـ Brightness خلينا نشوف ايش بده يصير، بنلاقي انه صارت عندي مشكله هنا في التدرج اللوني. ولو انا عملت له حفظ وسكرت الملف اجيت ارجع تاني على الملف اعدل على الاضاءه من اخر نقطه انا عدلت عليها مش هقدر. طيب انا من وين ممكن اعدل الاضاءه الان وارجع لها تاني واعدل فيها براحتي حتى لو اغلقت الملف؟ خلينا نرجع الملف عندي للهيستوري، ارجع للصوره الاصليه. في منطقة ثانية اللي هي في المنطقة هاي الأدجستمنت فيها مجموعة من الأوامر. طيب لو قائمة الأدجستمنت هاي مش ظاهرة عندي أو مش موجودة في المنطقة هاي، كيف ممكن أظهرها؟ أظهرها من خلال قائمة ويندو أدجستمنت وبحط أمامها صح، هيك اختفت ويندو أدجستمنت، هيك تم عملية إظهار للأدجستمنت. خلينا نختار أول شيء البرايتنس أند كونتراست، نضغط عليها نجد عندي نفس الوظائف الموجودة في المنطقة هاي الإيمج أدجستمنت برايتنس أند كونتراست. يبقى أنا لما أجي أعدل ضروري جدا إنه أعدل في المنطقة هاي. طب قبل ما أبدأ أعدل أرجع أتأكد إنه أنا واقف على اللاير اللي أنا عايز أعدل عليها. نرجع على برايتنس أند كونتراست هلاقي ظهر عندي البرايتنس كونتراست، وبرضه ظهر عندي لاير بتاعت الماسك اللي أنا أقدر أعدل عليها. بعد هيك لو حفظت الملف بي اس دي ورجعت تاني على الملف هلاقي اللاير واقدر اعدل واغير البرايتنس اند كونتراست زي ما انا عايز. خلينا نعدل شويه في البرايتنس مثلا، خليت انا 38، والكونتراست مثلا ممكن نقللها شويه
سالب 14، وخلينا احكي له 5 سيف اس، وبدي احفظها عندي على سطح المكتب. اوكي، اغلق الملف هذا، ارجع افتحه ثاني. نجد انه احتفظ لي بالبرايتنس والكونتراست زي ما هي، وبقدر ارجع اعدل ثاني. يوز ليجاسي وظيفتها انه بتخلي لي القيم تاعت البرايتنس والكونتراست بترجعهم اصفار. طيب لو انا بروح ضغطت على اوتو، هلاقي انه الفوتوشوب اوتوماتيكي حل الصوره وراح زود البرايتنس الى 6 وقلل قيمه الكونتراست الى 6. خلينا نروح نرجعهم اصفار واروح اعدل بشكل يدوي عشان نفهم ايش الفرق. اول حاجه البرايتنس، هذه خاصه بالاضاءه، شده الاضاءه، يعني لو زودت الارقام الى اليمين اكثر اكثر، بنلاحظ ان اللون الابيض بيزيد، والعكس لو انا مسكت السهم هذا وقللت البرايتنس نجد ان اللون الاسود بدا يزيد. اذا البرايتنس خاصة بالإضاءة في الصورة، إنه بقدر من خلالها أتحكم في الإضاءة بتاعت الصورة. نرجح لزيرو. أما الكونتراست فهو خاص بالتباين بين الشادوز والهايلايت، يعني بقدر أتحكم في حدة وتباين اللون. وعلشان نفهم هذا المقصود خلينا نغير في الكونتراست، نرجح للآخر، بنلاقي إنه الشادوز في المنطقة هاي والهايلايت في المنطقة هاي، ولما جيت أنا زودت الكونتراست لحد الآخر لقينا منطقة الشادوز زادت وبدأت تتجه لمين؟ لمنطقة الميدتونز، ومنطقة الهايلايت زادت وبدأت تتجه لمنطقة الميدتونز، ومنطقة الميدتونز انكمشت ما بين الشادوز والهايلايت. خلينا نرجعها زيرو، لاحظوا الفرق. طيب لو أنا أجيت قللت الكونتراست لحد الآخر، إيش بنلاحظ؟ بنلاحظ إنه منطقة الميدتونز انتشرت في الجهتين، ونلاحظ إنه منطقة الشادوز والهايلايت قلت شوية. علشان هيك تخلينا نروح على صورة عملية ونفهم الموضوع هذا، لقيت أنا بدي أعدل البرايتنس أند كونتراست. من وين أعدل؟ أعدل من إيمج أدجستمنتس برايتنس أند كونتراست؟ لا، عشان اقدر ارجع واعدل كمان مره اروح في المنطقه هاي في قائمه الادجستمنتس في المنطقه هاي واحكي له برايتنس اند كونتراست. لقيت لو حكيت له اوتو، ايش حكينا؟ انه الفوتوشوب بشكل اوتوماتيكي يحلل الصوره ويشوف البرايتنس المناسب، فانا البرايتنس المناسب كان 25 زودها، ويشوف الكونتراست المناسب، وانا الكونتراست المناسب كان 9. خلينا نقول له يوس ليجاسي، رجع أصفار، وممكن بشكل يدوي أروح أزود البرايتنس وأزود الكونتراست. بنلاحظ عندي إن الصورة مع تعديلات الإضاءة إنه أفضل من الصورة السابقة. خلينا نشوف برضه، لاحظوا هاي الصورة بدون تعديلات، مع تعديلات البرايتنس أند كونتراست لقينا فرق في الصورة، لاحظوا كيف. طيب هلقيت لو بدي أعدل البرايتنس أند كونتراست، من وين أعدل؟ بضغط دبل كليك وبقدر أعدل الإضاءة زي ما بدي. ولاحظوا لو أنا عليت البرايتنس على الآخر، بنلاحظ إنه الصورة قربت تنحرق من شدة الإضاءة، ولو قللتها فصارت معتمة، فكان مناسب عندي أنسب منطقة في المنطقة هاي. ولاحظوا كمان لو انا زودت الكونتراست هتلاقوا شوفوا حده وتباين الالوان، ولو قللتها على الاخر بنلاقي الالوان اختفت، فكانت انسب شيء في المناطق هاي. فخلينا نشوف ايش الفرق ما بين الصوره الاصليه والصوره ما بعد تعديل الاضاءه. فبنلاحظ انه الصوره بعد تعديل الاضاءه افضل واجمل من قبل. ثاني أمر معنا في التعديل على إضاءة الصور هو الليفلز، موجود في المنطقة هاي، ممكن نضغط عليه بزر الفأرة بيظهر معي الليفلز.
اول شيء موجود عندي في الليفلز هنا البريسيتس. في البريسيتس بلاحظ انه فيها تاثيرات اضاءه معينه الفوتوشوب هو مجهز لي اياها، ممكن انه اختار ما بينهم، وممكن بالاسهم اتنقل واختار واطبق التاثير اللي انا بدي اياه. هدول بريسيتس جاهزه. زر الاوتو، من خلال زر الاوتو لو ضغطت عليه الفوتوشوب بشكل اوتوماتيكي بيختار لي افضل ليفلز لمين؟ للصوره. نعمل تراجع. طيب في عندي انا ملاحظه لقيت بدي احكي عنها، خلينا نشوف الصوره هاي. لاحظ انه في الصوره هاي فيها لاير ريكتانجل ابيض ابيض وريكتانجل اخر اسود اسود. يعني لو كان عندي صوره فيها لون ابيض ابيض وصوره ثانيه لو فيها لون اسود اسود، الليفلز مش هياثر او مش هيفيدني في المنطقه هاي. خليني انا اضغط على الليفلز في المنطقه هاي ونشوف كيف التاثير. تعالوا نحرك المؤشرات في المنطقه هاي. هذا مؤشر الشادو نحركه، بنلاحظ انه المربع الابيض والمربع الاسود ما صار عليهم اي تعديل، التعديل اللي بيحصل على الخلفيه. طيب نحرك السهم الخاص بالهايلايت، بنلاحظ برضو انه المربع الابيض والمربع الاسود ما صار عليهم اي تاثير. فبالتالي لو كان انا في عندي صوره فيها لون ابيض ابيض وصوره فيها لون اسود اسود، الليبلز مش هيعمل معايا حاجه ولا هيأثر معايا أي حاجة. خلينا نرجع للصورة تاعتنا. هنلاقي عندي أنا ثلاث أسهم، سهم غامق وهذا السهم الخاص بالشادو، وسهم في الوسط خاص بالميتونز، وسهم آخر فاتح خاص بالهايلايت. وهدول الثلاثة اللي أنا بتحكم فيهم، يعني لو أجيت بالسهم الغامق هذا وحركته ناحية الهايلايت هيك هيك هيك، هلاقي فعلا انه الصوره بدات تغمق معايا. ولو اجيت على السهم الفاتح بتاع الهايلايت وحركته ناحيه الشادو، هلاقي انه الصوره بتفتح معايا. والسهم الاخير بتاع الميتون في الوسط لو حركته ناحيه الشادو، هلاقي الصوره انها بتفتح معايا. ولو حركت السهم ناحية الهايلايت هلاقي انه الصورة بتغمق معايا. احنا في الغالب ما بنتحكم في السهم تاع الميتون، احنا بنتحكم في السهم تاع الشادو والسهم تاع الهايلايت. وعلشان نفهم هذا الكلام بالضبط خلينا نروح على الصورة هاي. عندي صورة بالشكل هذا، خلينا نضغط بزر الفأرة الايسر على الليفلز. ظهرت معايا الليفلز. في عندي منطقة هنا RGB، ممكن أتحكم بالصورة بشكل كامل. وقبل ما أتحكم بدي أعطي ملاحظة، المفترض أنه الإضاءات ما تكونش متساوية. يعني على سبيل المثال في المنطقة هاي في عندي إضاءات متساوية، في المنطقة هاي بدايتها في عندي إضاءات متساوية. هل جيت ممكن أنا أجي أحرك في المنطقة هاي أول ما بتبدأ تتعرج أوقف، وممكن أحرك منطقة صغيرة في المنطقة هاي. خلينا نشوف الفرق بين الإضاءة هاي والقبل، بنلاحظ إنه الإضاءة أفضل من هيك. طيب لو أنا بدي أعدل على اللون الأخضر فقط، إنه أحكي له جرين، بنلاحظ إنه المنطقة هاي فيها إضاءة متساوية، ممكن إنه أبدأ أحرك مؤشر الغامق بالشكل هذا، والمنطقة هاي فيها عندي إضاءات متساوية، ممكن أحرك بالمؤشر بالشكل هذا. أنا لقيت عدلت لمين؟ للون الأخضر فقط. نلاحظ الفرق؟ بنلاقي الصورة أفضل. طيب لقيت لو أنا في عندي أكثر من صورة، ففعلياً الليفلز أو التأثير هيأثر على مجموعة الصور اللي تحتيها. طب أنا بدي التأثير يكون على الصورة اللي تحتيها فقط. خلينا نشوف مثلاً، نجيب صورة ثانية، نسحب الصورة هاي مثلاً، نحاول نصغر الصورة في المنطقة هاي، نحطها في المنطقة هاي، نضغط انتر. أنا عندي تأثير
الليفلز موجود، خليني اسحبه لفوق الصورتين. بنلاحظ تأثير الليفل على مين؟ على الصورة اللي فوق هاي والصورة هاي. خليني اضغط على العين، لاحظوا الفرق، لاحظوا معايا. هلقيت انا بس بدي تأثير الليفلز على الصورة اللي فوق، ما بدي يأثر تحت. فأجي لموضوع اسمه الكليبينج ماسك، نضغط في المنطقة هاي ضغطة بزر الفأرة الأيسر، وأجي في المنطقة هاي أحكي له كليبينج ماسك، نضغط ضغطة واحدة وشوفوا التأثير إيش بده يصير على الصورة الصغيرة فقط. لاحظوا معايا، أنا عملت كليبينج ماسك، لاحظوا التأثير وين؟ بس على الصورة اللي تحت هاي. ثالث أمر معانا في التعديل على إضاءة الصور هو الكيرفز، هو بقوم بنفس الوظيفة اللي بقوم فيها الـ Brightness and Contrast، وبرضه بقوم بنفس الوظيفة اللي بقوم فيها الـ Levels. أنا عشان أقدر أصل للكيرفز بضغط ضغطة على الزر هذا على الأيقونة هاي، بنلاحظ إنه بيظهر عندي أول شغلة موجودة عندي Presets، مجموعة من الإفكتس التأثيرات الإضاءة اللي فوتوشوب بجهزها إلي. ممكن أتنقل من خلالها أحاول أشوف التأثير اللي بيعجبني أطبقه وأختار التأثير اللي بدي إياه. وفي عندي كمان زر أوتو، لو ضغطت أنا على زر أوتو هيروح الفوتوشوب بشكل أوتوماتيكي يختار أفضل تأثير على الصورة، وممكن أحكي له تراجع. وعندي أنا لو عندي صورة ممكن أروح أعدل على الصورة بالكامل RGB، او اعدل على لون الريد، او اعدل على لون الجرين، او اعدل على لون البلو. وبنلاقي تحت موجود انا عندي جراف رسم بياني، وتحت في عندي انا جريديانت وفوق جريديانت. الجريديانت الموجود بشكل افقي هذا خاص بوضع الصورة الان، والجريديانت الموجود بشكل عمودي هو خاص بالتأثير اللي انا عايز اصله. بمعنى انه الجريديانت الافقي والعمودي آخرهم في لون إيش؟ أسود، وأولهم أنا في لون أبيض، وهان في لون أبيض، والصورة عندي أنا هنا آخرها لون أسود وأولها لون أبيض. وهذا يكون أفضل طريقة لشرح الكيرفز. مشان نفهم وظيفة الكيرفز خلينا الآن نعدل الإضاءة، نمسك النقطتين هذولا، النقطة هاي، نضغط بزر الفأرة الأيسر وأنزل واحدة واحدة لتحت، واجي للوسط الاقي ان الصورة منطقة الهايلايت تاعتها بدأت تقل وبدأت تغمق، يعني اللون الابيض اللي كان موجود في الصورة في الاول بقى لونه رمادي نفس اللون الموجود عندي في المنطقة هاي. اللون الابيض في الصورة بقى لونه رمادي في المنطقة هاي. خلينا نطلع تاني وهبدأ الان اتحكم في اللون الاسود اللي موجود في الصورة هاي. هاي الصورة موجود لون اسود، لو بدي اطلع فوق شوية شوية الاحظ انه اللون الموجود عندي الاسود صار لونه رمادي. نرجع تاني وبرضو كمان انا لو وقفت في النص هنا وضغطت الضغطة تعطيني نقطة، وممكن اجي اغير منطقة الميتونز. لو رفعنا لفوق شوية نلاحظ المنطقة الميتونز اللي كانت رمادي قربت للون الابيض. طب ولو نزلت كمان تحت قربت لمين؟ للون الاسود. ممكن اعمل له ريسيت واضيف النقطة هان، وممكن كمان اروح اغير في منطقة الرمادي الغامق. لو انا ضغط ضغطة بزر الفأرة الايسر ممكن ارفع فوق شوية بالشكل هذا، وممكن انا اغير كمان منطقة الرمادي الفاتح، نضغط ضغطة ممكن انزل لتحت واتحكم بالصورة باللون اللي انا عايزه. خلينا نشوف تطبيق عملي على الصورة. نقف على اللاير بتاعت الباك جراوند، نضغط على الكيرفز، لو ضغطت على اوتو هيعطيني الفوتوشوب افضل تأثير لمين؟ للاضاءة. ممكن احكي له ريسيت، وممكن اروح اجي اغير من البريسيتس الموجودة عندي جاهزة. لاحظوا معايا التأثيرات كيف في الصورة بيصير شكلها. بنحاول نختار أفضل تأثير مناسب إلي. وكمان في المنطقة هاي لو بدي أعدل على لون الجرين لوحده ممكن أجي أعدل على اللون الجرين لوحده،
وممكن أقلل في المنطقة هاي لتحت، أغمق شوية أو أطلع لفوق، وممكن هاي أرفعها لفوق شوية وأغير، وممكن كمان أضيف نقطة في المنطقة هاي وأحاول أعدل باللون اللي أنا محتاجه. نرجع للـ RGB، هل قلت ممكن أنا أضيف نقاط في المنطقة هاي، أعدل اللون بدي إياه بالشكل اللي أنا عايزه. خلينا نشوف تأثير الكيرفز على الصورة. بنلاحظ إنه تأثير الكيرفز على الصورة أفضل وأجمل من دون تأثير. آخر أمر معنا في هذا اللقاء في التعديل على إضاءة الصور هو الإكسبوجر. في المنطقة هي هو موجود، نضغط بزر الفار الأيسر، بيظهر معنا البريسيتس. موجود معي مجموعة من البريسيتس، ممكن أغير منهم وأختار البريسيت اللي بيناسبني. نرجع للديفولت، وعندي هنا موجود ثلاث قيم. الإكسبوجر قيمتها صفر، الأوفسيت قيمتها صفر، الجاما كوركشن قيمتها واحد. لو أجيت أحرك الإكسبوجر إلى اليمين هلاقي إنه الصورة بتفتح معايا، ولو جبت الإكسبوجر حتى الآخر هلاقي إنه الصورة كلها صارت بيضة. الإكسبوجر بشكل عام يستخدم في الكاميرات وفي التصوير الفوتوغرافي، وهو خاص بكمية الإضاءة اللي داخلة للكاميرا. طبعا لما زودت الإكسبوجر للآخر وجدت أن الصورة بقت أبيض، ولو قللت الإكسبوجر ولو وصلت للآخر هلاقي أن الصورة صارت لونها أسود. القيمة الأصلية للإكسبوجر هي زيرو. أروح أعدل على الجاما كوركشن وأشوف تأثيرها إيش ممكن يسوي. نحرك الجاما لليمين، بلاقي إن الصورة بدت تغمق معايا. ولو أجيت أقلل الجاما كوركشن أو أحرك الجاما كوركشن إلى اليسار، نجد إن الصورة بتفتح معايا نفس التأثير اللي موجود بالضبط في الليفلز. نرجعها قيمتها الأصلية هي واحد. الأوفسيت هو خاص باللون الأسود، يعني لو أجيت أنا زودت الأوفسيت ألاقي إن اللون الأسود ماله اختفى، ولو أنا أجيت قللت الأوفسيت نلاقي إن اللون الأسود ماله بيزيد. نرجعها لقيمتها الأصلية اللي هي زيرو. الآن خلينا نشوف تطبيق عملي على هذا الموضوع. أتأكد إن أنا واقف على اللاير، أجي على الإكسبوجر، وممكن من الإكسبوجر أختار من البريست الموجودة جاهزة ونشوف الاختيار، وممكن ألاقي تأثير يعجبني. إذا ما لقيتش أي تأثير عجبني بإمكاني إن أروح أعدل بشكل يدوي. مثلا نخلي الإكسبوجر نحركه في المنطقة هاي هيك، وممكن أروح أحرك الجاما كوركشن برضو بالشكل هذا. مثلا نجد أن هناك فرق بين الصورة الأصلية والصورة بعد إجراء التأثير عليها. طبعا زي ما شفنا إحنا في الأدجستمنت في المنطقة هاي، لما اخترنا أربع أوامر هذول Brightness and Contrast والليفلز والكيرفز والإكسبوجر وبقية الأوامر، الأمر هذا بينزل معايا في اللايرز وبيظهر عندي لاير ماسك، أقدر أخفي جزء منه وأظهر جزء آخر زي ما تعلمنا قبل هيك. الآن أنا حذفت الإكسبوجر الموجود على التأثير هذا، نبدأ نعمل تأثير مرة أخرى. نضغط بزر الفأر الأيسر على الإكسبوجر. هل جيت أنا بدي أقلل قيمة الإكسبوجر، خلينا نقللها شوية زي هيك، خليها بالشكل هذا مثلا.
هقيت انا بدي اقف على الماسك، اتاكد ان انا واقف على الماسك، واروح اختار البرش واتاكد انه فوق الاسود وتحت ابيض، وابدا الون بالشكل هذا واحده واحده. الاقي فعلا ان الاكسبوجر اللي عملته ماله طلع الماسك، ايش بصير؟ بدا يلون باللون الاسود، بدا يختفي، يبقى الاكسبوجر اللي انا عملته ماله بدا يختفي. واللاير اللي تحتها اللي هي الصورة الأصلية مالها بدأت تزيد، وهذا بينفعنا وين؟ بينفعنا في الصور، خصوصا لما أنا أحتاج أفتح منطقة وأعدل عليها وأخلي المنطقة الأخرى معتمة، مش يكون التعديل على الصورة بالكامل. وبهيك بنكون انتهينا في هذا اللقاء من شرح موضوع طرق وأساليب تعديل الإضاءة في برنامج الفوتوشوب، وأتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.